كلماته في الجلسة الافتتاحية والتي تتلوها اليوم وتتلوها بعد ذلك جلسة علمية. وسأل المنظمون أن يقوموا بدمج الجلستين معا، الجلسة الأولى والجلسة الثانية في جلسة واحدة. ويبدأ في هذه الجلسة مداخلة، ونستمع لمداخلة لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله، وهو أديب وشاعر، له كثير من الكتب وله ديوانان، ديوان عنوانه عشب وأزهار، والديوان الثاني عنوانه حرب وبقر، له أكثر من 20 كتابا منها تاريخ المحاسبة الحديث ومن تكريم الحاجة الحديث كما عرفته، العنوان كما عرفته، أو له عنوان آخر جهاد الرقيق، وله دراسة عن الحاج الملكي السابق الحاج إبراهيم الحج رحمة الله عليه. ومناسبة الشرف فالأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله له قصائد، له قصائد تكريمية في حق الشيخ محمد المكي الناصر. قبل أن أعطي الكلمة يعني أردت أن أبدأ بدمجي في هذا الباب باختصار شديد، وهو أنني التقيت وعرفت الشيخ محمد المكي الناصر عام 1989 عندما كان عندنا مؤتمر خريجي دار الحديث الحسنية بوجدة في آخر 1989 في شهر جانفي عام 1989، التقيت بالشيخ محمد المكي الناصري، وآنذاك كنت حديث عديد بالتخرج. فكان آنذاك هو أمين رابطة محمد العلماء، أمين رابطة العلماء المغرب، فكان جاء يعني إلى مؤتمر وأعطاني ورقة لأملأها حتى أكون عضو في الرابطة. وكما استمعنا إلى حديث سيدي وزي صباحا، فطلب مني صورة، وقلت له أنا ليس عندي صورة في هذا الباب وليس عندي صور فيها، فقلت إنما عندي صور يعني عادية للباس العصري. فقال لا بأس لا بأس، أعطيني هذه الصور، والمهم أن تنخرط في سبحي علمائي المغرب، فبارك الله فيه ورحمه الله وأسكنه وفسح جنانه. وأعطي الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله فلينا قد نشكره. الشيخ المكي الناصري العالم المجاهد وخادم الشعب المغربي والجالس على عرشه بإخلاص متفاني في حبهما طيلة حياته، وذلك على ضوء المحطة والمهام والمجالات التي جال فيها أو تقلبها المترجم رحمه الله وخلد مثواه في الدين. وفعلا بيت الرغبة وحضرت عرضا في الموضوع المهدي وقصدته للمجلس، وهذه خلاصتي التي سأقدمها له، وعنوانه الأصلي تعدديات عن الشيخ المكي الناصر. إن عرضي مهيئة حول التعددات عن رفيقنا بمناسبة اليوم الدراسي التكريمي للشيخ الجليل العلامة سيدي محمد المكي الناصر رحمه الله من طرف المجلس العلمي المحلي للرباط طويل جدا أولا، وغير قادر للترخيص متيهات آمنة. وبما أن الوقت محدد لإلقاء الموضوع قصير 10 دقائق فقط، اقترحت على مخافتي من المجلس لأن اقتصر على الإشارة بالذكر فقط التعددات التي تناولها عرضي أولا، ثم أقرأ الأبيات الشعرية التي خلال نص هذا العرض
والتعددات الموجودة عند الشيخ مجيب الناصري تتعلق بمناقب وخاصيات في شخصية شيخنا. ولا أخفي عنكم أنه صراحة تناولت في مناسبة سابقة موضوع تلك التعددات عند الشيخ، وحين أردت أن أعدلها توجهت بالخطاب إلى شيخنا الفاضل قائلا له: فبصفتي مصرفي فتحت لكم حسابا. أما التعددات المعنية فهي تتعلق بالخصوص بالمشيات المذكورة معنا. التعدديات ولهذا قال لي من قبل الشيخ: لا أخاف عليك، لأنه عرف أني شخصني تعددات من انتمائه للنسب الجعفري. فنسبه لا مجال فيه لذلك كما أشرت، فهي إذن تتعلق فقط بالمشيئة المذكورة بعدها. بانتماءاته وانتماءات أسرته الجغرافية، بتكوينه العلمي الجد والعالي بالاتساع في بلورة شخصيته السياسية، بمجال تجاربه في ميدان الصحافة واسعة الأفق في نشاطه على الصعيد السياسي، بمجال خبرته الإدارية والدبلوماسية، بمجال نشاطه على الصعيد الديني وفي المجال الثقافي والأدبي وخاصة من ناحية شاعريته الرقيقة، وعلى كذلك الصعيدين السياسي والاجتماعي، ثم بمهامه كأحد رجالات الدولة لما تقوت بلورة شخصيته كرجل الدولة المتميز عندما أصبح وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة في إحدى حكومة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه في جنان، ورحم الله شيخنا سيدي محمد بن الناصر. وإليكم الآن قصيدة الأبيات المعنية: نجيد من شبيب عطر المسجد، شعلة النور الجعفري المقتال، ذو الجناحين رمى بها من شحن الحجاب، فأتت مغربيا برد الحال، فإني زينب زكاة علي بن أبي طالب والزهراء ابنة الجوفان. هو قرشي ثم الجناني، وبعد مغربي متعدد الأوتاد، من حمى ذرعة التي اجتأت في سلاجه والرباط الشاد. عندي كلما نشرت كتابا أرسله إلى المجالس الإدارية، ولكن في السنة الماضية نشرت كتابا ومجدته في المجلس العلمي أنه رد علي الكتب، فإن كان السيد رئيس المجلس العلمي المحمدية فأكون مسرور لسماع موجبه، والسلام عليكم. أنا ربما أجيب ما كان وأنا لا أعتقد أن السيد رئيس المجلس العلمي المحمدية ليس له تناوبات في كتبه، لكن اعتقد انه تم تغيير رئيس المجلس، ربما الاسم كان موجه للرئيس السابق، ويعني تم يعني توصل
به الرئيس الحالي، ولكن كتبك حمل كتبك ومؤلفاتك هي تاريخية وحروسية وقصائد، فقصائدك كلها الحمد لله يعني في مستوى المعمول به والمعروف. أعطي الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور سي محمد بن نون رئيس المجلس العلمي المحلي لطنجة، وهو أستاذ للتعليم العالي في جامعة عبد الملك سعد. يتفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. السيد الرئيس المجلس العلمي لاعمال السبيطات، الساده ومسقط المجالس العلميه، السيد رؤوس المجلس العلمي الاعلى، الساده أساسنا الأجلاء، السادة الأعضاء، السيدات المفضيات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن شكري خالص للسيد رئيس المجلس العلمي للرباط على دعوته للمشاركة في هذا اللقاء العلمي المبارك، وشكر مزدوج على اختيار هذه الشخصية العلمية لهذا اللقاء. باختصار أدخل في الموضوع مباشرة، فقد اخترت أن أتحدث في موضوع يتعلق بعمل التفسير عند الشيخ مكي الناصري، وذلك من خلال كتابه التيسير في أحاديث التفسير. وكان اختياري لهذا الموضوع انطلاقا من أن الشيخ ألف كتابه التيسير هذا في منطقة شمال المغرب، وبالأخص في مدينة طنجة التي قضى بها مدة سنتين، وهو يعقد حلقات التفسير في جامعه الكبير بين العشرين. فالرجل وهو في غمرة الصراع السياسي كان في غمرة الصراع الفكري، وكان العنصر الأساس الذي يتكلم فيه وينطلق منه كلام الله أو تفسير القرآن، باعتباره الكتاب المقدس الجامع لكل تشريع أو تخطيط أو بناء. ولذلك كان يقيم دروسه في التربية وفي الدعوة إلى الله انطلاقا من تفسيره. ولا رغبة في أن ينهج أستاذ الشيخ مكي الناصري هذين المنهجين في أعماله التفسيرية، وبخاصة في تفسيره الديانداري. فالمقاصد العامة عند الشيخ هي توضير صورة الإسلام الحقيقية بالعودة إلى نص القرآن والاحتكام إليه. شأنه بذلك شأن أعمال دعاة الإصلاح السلفي لنبذ ما عنده من الفهم الخاطئ الخارج عن جادة الصواب، ومن البدع بكل أشكالها، ومن كل مظاهر الشرك بالله، وغير ذلك من صور الانحراف وأساليبها، مع التنبيه إلى ضرورة رفض العبادات بالمعاملات وتخليق الإنسان بأخلاق القرآن المبنية على الحب والتسامح والحلم والتعاون وغير ذلك. والتفسير الإصلاحي هو ذلك التفسير الذي يكشف عن حقيقة النص القرآني وما يدعو إليه، ويعبر عن وضوح الموقف عن موقفه في سلاسة وفصاحة وصحة، ويحاول أن يفضح الزيف ويفضح البدع ويفضح ما يمكن أن يفهم من الشركيات التي تعتقد العامة الجاهلة أنها مستمدة من الإسلام ولا شيء في الحقيقة من ذلك، وأيضا فتح بعض العادات والتقاليد التي أصبحت مستشرية في مجتمعه آنذاك، ويعتبره البعض أنها من الإسلام، مع التنبيه إلى ضرورة رفض العبادات بالمعاملات. اعتمد الشيخ الناصري في الحقيقة على عدة معايير، خاصة تلك التي فرضت عليه والتي طرأت نتيجة الوضع الجديد في كون هذا التفسير عملا صوتيا يدعى على أمواج الأثير. فاعتمد على مجموعة من المعايير أهمها. أولا، قبل أن يبدأ التفسير يقدم بتلاوة النص الذي سيفسره ليجلب لذلك انتباه السامع والمتلقي. ثانيا، حين يقدم هذه التلاوة يأتي للتعريف بالصورة، إن كانت الحلقة الأولى تتعلق بأول الصورة، أو كانت الحلقة تندرج كلها داخل صورة واحدة،
فيعرف بالصورة وباسمها ويبين ما يميز ما تتميز به من فضل وما جعل فيها من أعظم، ولا ينسى أن يتعرض لسبب تسميتها كما هو الشيخ مثلا وهو يشرح ويفسر سورة الفاتحة، وكما هو أيضا وهو يفسر سورة البقرة. ويعاني في كل حلقة مادة تمر بالحزب الموضوع الاستماره في هذا التسميه الفاتحه. ونحن نعرف ان لان اكثر المفسرين كانوا يستمدون في عمل التسميه التسميه. خامسا التركيز على المضامين اكثر حضورا في عبر الحزب المقرر، فكما راينا التركيز على المضامين التي تتضمن الصوره ككل ياتي كذلك موضوعات ومضامين معينه يحاول ان يبررها في وحده النموذج الثاني من الشيخ سيدي عبد الله التريدي السير الذي انشده ونشره في جزئين ويقتصر فيه على تفسير القران والحديث. ثامنا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في هذا الحفل المبيح الذي نكرم فيه ونترحم على أحد مشايخ الأمة وهو الشيخ محمد مكي الناصري رحمة الله عليه، كما نشكر الإخوة رؤساء المجالس العلمية الذين يتواجدون معنا، وكذلك أستاذ الأساتذة والأستاذات والوعاظ والواعظات على حسن صبرهم وتتبعهم لهذا الملتقى العلمي. عنوان مداخلتي الشيخ محمد المكي الناصري المفسر المتألق والعالم المتأنق المدقق. هذا هو العنوان الذي اخترته للحديث عن هذا الرجل العالم. محاور المداخلة إن سمح الوقت تحدث فيها كاملة، وإن لم يسمح أعطيكم. أول محور التعريف بالعلامة محمد المكي الناصري، والحمد لله قد استمعنا إلى كثير من المداخلات التي عرفت بهذا العالم الفن. النقطة الثانية مواقف ومشاهدات عشتها مع شيخنا محمد المكي الناصري في أوائل السبعينات من القرن الماضي. النقطة الثالثة منهجه في كتاب التيسير في أحاديث التفسير. النقطة الرابعة تألق وتأنق للشيخ المكي الناصري في أسلوبه واختيارات منقوله ولطائف تحريراته رحمه الله. اسمه اذكره يعني من باب التبرك، وان كان قد تحدث عنه الكثير، هو ابو عبد الله محمد المكي بن اليمني بن سعيد الناصري. ازداد بمدينه الرباط سنه 1324 موافق 1906. انا هنا ساغير الحديث انطلاقا مما سمعناه من الساده الاساتذه ومن وزير الاوقاف ومن أستاذنا العلامة سيد محمد يسر، لأقول لكم وهو يتحدث عن نفسه بنفسه. قد أخذت من بعض المؤلفات التي دارسته ودارست أعماله، وأخذت من مقدمة تفسيره بعض الآلي والجواهر التي قدم بها لهذا التفسير. يقول الشيخ مكي الناصري عن نشأته، استمعوا إلى الكلام لنستفيد كثيرا. نشأت، يتحدث عن نفسي، نشأت في وسط
بالتدين والفضيلة ومحبة العلم مشبع بروح الاعتدال. كل مفردة من هذه المفردات تحتاج إلى وقفات طويلة للتفسير وللتدليل وللبرهنة من خلال حياة هذا العالم الكريم. يقول مضيفا: كانت الحرية حقا من حقوق المحفوظة. تجد هذا كلام يحتاج إلى شرح وإلى بيان. وإنما أيضا يقول: وإنما كان صوت الضمير هو رائدي الوحيد في طفولتي. أربع نقاط، يعني لو أقطع زمن يخرج من أسئلة هذا الشيخ ويخرج المعاناة التي مر منها لماذا نستفيد؟ إذا أردنا أن نقول ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ راه ليس العالم نشأة لية وضحاها أو طفرة عين في زمان أو مكان، ومعاناة سيرورة وسط اجتماع الذي يعيش فيه، يعني معاشرات الناس. شوف الفضيلة ومحبة العلم مشبع بروح الاعتدال، معناها الوسطية ليس الوسطية الذي نقول نحن هذه وسطية هي مؤثرة في هذا البلد. الحرية كانت حقا من حقوق المحفوظة، ما كانتش واحد لا الأب ولا الأم ولا أي شخص يعتدي على حريته. وكان صوت الضمير هذا هو الذي نحتاجه نحن الآن أو اليوم في شبابنا، أصوات الضمير الحية الفاعلة التي تستطيع أن تبلغ رسالة الحق ورسالة الإسلام، نحتاج إلى إعادة النظر في كون هذا الشباب. وانتبهوا إلى المورد القيد: وكانت الفضيلة، شوف انتبهوا كيف تعلم، وكانت الفضيلة تحبب إلى نفسي بالحكايات والأمثال. إذن ذاك القصص ديال الجدات والجدة والجد والخالة والمجتمع، هذه التربية فقط، ما الآن كل شيء مشتغل بالتليفونات والهواتف وشاطئ في عالم غير العالم الذي يعيشون. إذا كانت الفضيلة تحبب إلى نفسه من خلال الحكاية والأمثال، وكان هذا هو الأهم عندي أنا حتى أصبح هذا الرجل شامخا في العلم، وكانت المعرفة تصور أمامي في أحسن صورة، تراها العين ففضلتها، هذه الغاية، ففضلت المعرفة على سائر المظاهر والألعاب. أين شبابنا من هذه الأمثال ومن هذه الأقوال؟ كيف يتصرفون؟ كيف يفعلون؟ أين هي الفضيلة التي يمارسونها في أعمالهم اليومية أو في دراستهم العلمية؟ إذن نعطي خلاصة. إذن الشيخ المكي الناصر تربى في وسط مشبع بالتدين الإسلامي، تربى في وسط يحترم الفضيلة ويقدرها، وكانت أسرته أيضا عالمة وتحب العلم فتربى على حب ذلك. ما تستمع الإذاعة قد تكون باليمين وقد تكون بخلاف ذلك، وهذا التعبير منسجم ومتماسك مع التعددية العرقية المغربية وهذه الوسطية والاعتدال منذ أن خلق الله آدم من تراب وكل الناس من تراب. على كل شاهد أنا أقول لكم واحد، بما أن رئيس الجلسة عندي نماذج، ولكن لا بد أن أقول واحد نموذج يعني كثير جدا عنده في الإعجاز العلمي في الإعجاز البلاغي في الكثير من القضايا. أنا أخذت لكم واحد جزئية بينها، شوف من الآيات التي استناها الشيخ المكي الناصري، وانتبهوا إلى هذا الجمال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. ماذا يقول؟ كلام هذا الذي سأقوله. قال: الآية تشير بأن الجنة ليست دار تكليف وابتلاء، وإنما هي دار نعيم مقيم وسعادة وهناء، لذلك تكون أيدي المنعم عليهم محلات بالأساور المرصعة باللآل والجوار. كلام جميل. أنا أقول أنصح الكثير منكم على أنكم تستمعوا لإصلاح ألسنتكم وتعلم النطق الفصيح الذي تحدث به هذا العالم الفت في كلامه وفي بحوثه وفي إنجازاته. نعم، هو الكتاب هذا أصل مطبوع إن شاء الله، أراد الاطلاع على كل المسائل المتعلقة بهذا المنهج. كتاب سيكون
موزع في المكتبات، طبعناه مؤخرا. نسأل الله عز وجل السلامة والتوفيق وحسن الرشاد. شكر الله لكم حسن الاستماع. شكرا جزيلا لحسن على هذه الكلمة. ونختم هذه الجلسة قبل الجلسة الختامية الأخيرة بمداخلة من فضيلة الأستاذ الدكتور ضياء السلام الطاهري عضو المجلس العلمي المحلي بسلا يتبنى شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. سيدي محمد مطربوش، السادة الأساتذة رؤساء المجالس العلمية، السادة الفضلاء العلماء القيمين الدينيين، السيدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر وأؤكد الشكر للسيد رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط على هذه الدعوة المباركة لأسهم في هذا الحفل وهذا الاحتفاء برجل فردي عظيم شرف العلم وشرف المجاهدين وشرف العلم والتربية والسياسة. قبل الدخول في الموضوع، أولا هناك هذه المداخلة عنوانها الشيخ سيدي محمد مكي الناصري ونموذج القدوات الحسنة في المغرب الجديد. ونموذج القدوات الحسنة في المغرب الجديد. وقسمت هذه المداخلة إلى ثلاثة محاور. المحور الأول أصالة التكريم وتجذره في الثقافة المغربية. المحور الثاني العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في شخصية المحتفى به رحمة الله عليه. المحور الثالث عطاءات الشيخ سيدي محمد المكي الناصري التربوية والوطنية والسياسية والعلمية. فأبدأ إن شاء الله في المحور الأول وهو أصالة التكريم وتجذره في الثقافة المغربية. انطلاقا من آية قرآنية يقول الله فيها سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال مختصر تفسير القرطبي، قال في شرح هذه الآية استنادا إلى حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال إن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا خرج النبي كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو تقلبوا عنه وفرحوا بمقعده خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت هذه الآية القرآنية الكريمة. ثم يقول ابن كثير في تفسيره هناك روايات تجسد سبب نزول هذه الآية وهي مختلفة، ولكن يقول ابن كثير الآية الكريمة عامة في جميع ما ذكر والله أعلم. إذن هذا تأصيل للتكريم في الشريعة الإسلامية، ويؤكد هذا التأصيل القرآني أستاذنا الفاضل أطال الله عمره الدكتور سيدي محمد يوسف، أكد هذا التأصيل التكريمي في الشريعة بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه
أقرأكم أبي وأقضاكم زيد بأبي جابر وأعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت وأقضاكم سيدنا علي رضي الله عنه. إذا سيدنا محمد سيدي محمد يسر بارك الله في عمره يؤكد هذا التقصير الشرعي أو تقصير الشريعة الإسلامية للتكريم. بعد التقصير ننطلق إلى المحور التالي وهو العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في شخصية المحتفى به. أولا كما ذكر الأساتذة الأجلاء المحتفى به من أسرة شريفة من آل البيت وأسرة متدينة ومطبوعة ومصقولة بالاعتدال، وهيأ الله لهذا العالم المحتفى به أساتذة أجلاء تمموا هذا التقسيط التربية وهم كما ذكر الأساتذة الحاضر أبو شعيب الزكاري محدث العلمتين سيدي البدري بن الحسني المفكر الكبير سيدي محمد بن عبد السلام السالح وغيرهم كلهم كأن الله سبحانه وتعالى سخرهم لهذه الشخصية لتحقق آمال الأسرة وتحقق مكان يطمح إليه. لماذا؟ لأنه فطر على الشعر وفطر على الأدب ولكن أعرض عن الشعر وأعرض عن كل شيء والتزم بهذا التكوين الذي هو الدعوة إلى الله. ثم انتقل إلى مصر وأخذ العلم كذلك عن أجداد علماء المغرب عن طه حسين وعن محتسب أدباء الشعراء عباس محمود العقاد وعن المدرسة الأسلوبية مصطفى صادق الرافعي وغيرهم من العلماء الكبار. فجمع بين الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على نبي الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في خضم هذه الاحتفال بهذه الشخصية العلمية الصدى صاحبة الآثار العلمية في كل الفنون، أردت أن يكون بحثي حول التجديد والفكر الإصلاحي عند هذا الشيخ العلامة محمد المكي الناصري. وأقول لم يكن من العبث أن نفكر في إنجاز بحث حول فكر محمد المكي الناصري في مدينة الرباط، حيث لم يعرف عنا المكانة العلمية الكبيرة التي ترك بصمتها واضحة في تاريخ الغرب الإسلامي عموما والمغرب خصوصا. فكان لزاما علينا الاحتفاء بهذه المناسبة لأمور عدة، منها اتفاق العقلاء على أن الأمة التي تتجاهل بناة أنجابها فبطن الأرض خير لها من ظهرها، ولا خير فينا إلا من نشمر عن ساعد الجد بالاحتفاء بهذه المناسبة المباركة بإنجاز بحوث تكشف عن قيمة الرجل الدينية والفكرية والأخلاقية والأدبية. فلعل ذلك يحفزنا على تدارك الاحتفاء بالكثير بالعديد من الشخصيات العلمية والفقهية التي مرت بنا دون أن نحيط بها خبرة. حصول اتفاق بين علماء الأمة وفضلائها أن محمد مكي الناصري رحمه الله من ألمع وأشهر علماء المغرب في التاريخ العصر الحديث، الذين شيدوا أمجادها وأبلوا البلاء الحسنة في الفترة الاستعمارية التي عاشت الأمة المغربية، وتجاهل شخصية من هذا القبيل استنكار لتاريخنا المجيد. ثالث نقطة وهي غرس روح الاعتزاز بالهوية الدينية والوطنية لدى الأجيال القادمة وزرع مقومات الدفاع والحماية ضد المتربصين بها. ورابعها أنها ضرورة تحتمها القيمة العلمية المتعددة الأبعاد للنشر الذي لا يشق له غبار ولا تجهل له آثار، إذ هضم أهم العلوم الزائدة في عصره قبل أن يبلغ العشرين سنة وبلغ فيها من كل فن مبلغ التخصص، فهو المفسر وهو المجتهد الفقير وهو الأديب والشاعر وقائمة صفاته وخصائصه العلمية والعلمية لا تكاد تنتهي، وإن كان ظواهر النصوص التي تكلمت عليه لم تقدم إلا شذرات قليلة بشأنه، ولذلك فقد أثرنا أن يكون توجهنا في هذا البحث توجها تحليليا من الصمت والنصوص الواردة في إحدى كتبه وهو كتاب الموسوم بإيضاح الحقيقة وعلاج الخليقة.
وذلك بتفكيكها ثم تحريرها ثم إعادة تركيب هذه النصوص وهذه القضايا لاستخراج القضايا الجديدة لعلنا نظفر بحقائق علمية جديدة نغني بها جوانب علمية متعددة لهذا الرجل ونضيف إليها ما لم يكن معهودا لدى الباحثين السابقين. بيد أن ما يجعلنا البحث آخر في هذه الشخصية أن معرفتك لها دوافع كثيرة يجملها في أمر واحد وهو يعتبر حلقة في سلسلة أساطير الفكر المغربي الذين قاموا بمهمة الإصلاح والتجديد واشتغلوا به على إبراز الحقائق وبالعمل الإصلاحي والإحياء الدائم للأوساط الخاصة والعامة وتحذيرهم من مخاطر الفساد العقدي والانحرافات الدينية التي تهدد الدين الإسلامي. وقد مثل هذا الكتاب الموصول سابق الذكر إظهار الحقيقة وثيقة هامة في ذلك ويعتبر الكتاب الوحيد الذي طبع في بداية حياته العلمية وشكل ثورة علمية سابقة في وقته عبر هو عن نفسه بقوله علقت عليه الصحف والمجلات ما بين مصرية وتونسية وجزائرية ومغربية وقامت حوله نضوض ومعارضة كانت لها ضجة في المجتمع المغربي من أقصى إلى أقصى. وبسبب هذا الكتاب جعل الرجل تحت وصاية السلطان المولى يوسف بعد أن حدد بالقتل. كتاب إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة لا جرم أن العنوان هو سمة الكتاب فهو خلاصة الموضوع الذي يخوض ثماره المؤلف وسدته وهو الأثر الذي يدرج هذا الموضوع في هذا الفن أو في ذلك فهو وسيلة ضرورية لاستفزاز القارئ من أجل الخيار بعملية تخمينية ذهنية وتساؤل عميق عن مدى مطابقة العنوان لمضمون الكتاب وإنه بمثابة يعني تفتح أفق نظر وأفق القراءة. فالعنوان بمثابة كما يعبر عنها المناطق التي مثل الثريا التي تضيء كل جوانب الأخرى ونضيف إلى ذلك أنه قد حين ما لا يمكن أن نفهمه ونجده في الكتاب نفسه يعني داخل الكتاب. فقد عقد رحمه الله في كتابه هذه المقارنة الدقيقة بين الفساد السياسي التي قامه الاستعمار والفساد الطرقي لبعض الطرق الصوفية المبتدعة ومدى التأثير والتأثر على العامة والخاصة يصدر أحكاما علمية صحيحة تنويرية حول المخاطر العقدية والاجتماعية والسياسية للاستعمار والعمل على إعادة الاعتبار لمفهوم التصوف لأن في الكتاب كما سنرى فصول عقدها لذلك وهو الأمر الذي حدب الرجل إلى تأكيد على المهام الاجتماعية والدينية التي تقع على عاتق رجل الدين عامة والصوفي خاصة. وعليه فإن النقاط التي وردت في الكتاب أولها أن العنوان يشير إلى أن المؤلف يجعل الموضوع الذي يناقشه من مسائل عقيلة. ثانيها أن التقليد التي وردت فيه إشراقات تنويرية تربوية عقدية من صمام إظهار الحق وعلاج الخلق يقول المؤلف احتجاب نور الشريعة ورأس التقليد من لا علاقة له بالدين. ثانيها شيوع البدع والإحداث ونزولها منزلة أمهات المسائل الدينية. ثالثها استكانة النفوس لتلك البدع والركوع أمامها إما تجاهلاً أو تأولاً أو تقولاً من العامة تقليداً لهم تقليداً لعلماء الذين ينسبون إلى العلم ورابعها خروج أهل الإيمان والنظر الصحيح عن بيان الحقيقة في الدين الإسلامي. لهدف الكتاب محاولة بيان مجموعة من الإشكالات والشبهات التي سادت في هذه الفترة الاستعمارية. هذه الشبهات وغيرها ستبرز لنا هذا التوظيف الذي كان متميزاً عند الرجل في فكره مزج بين العلوم الثلاث بين الفقه وبين العقيدة والتصوف يعني السلوك في محاولة لإبرازها وبيان أنها من أهم آليات الإصلاح الاجتماعي. فعلى مستوى الإصلاح العقدي يقول إذا كان الواحد منهم عندما يلقن المريد لا إله إلا الله محمد رسول الله يشرح له معناها فيبين له صفات الله تعالى الواجبة له والجائزة بحقه والمستحيلة عليه كما بين له يبين له صفات الرسل الواجبة والمستحيلة والجائزة التي احتوت عليه الشهادة ثم يدل على المقصود من التوحيد والتنزيه وأنتم تعرفون أن إذا قلنا بأنه مثل سلسلة في حلقة فهذا له مرجعه أن علماء المغرب حاولوا إخراج العلم الكلام والعقيدة من برجها العاجي النظري إلى البرج العملي ومن ذلك شاهدنا هو الإمام السنوسي صاحب العقائد ألف عقيدة سماها المفيدة وقيلت أنها صغيرة وهي عبارة عن ورقة واحدة فيها ما أجمله الرجل في قضية الصفات قضية ما يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل وما يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل بحق الرسل وقال سماها بمفيدة أو حفيدة وتعلم للنساء والصبيان.
كذلك على مستوى الفقه يقول ثم يبين له كيفية الوضوء والغسل وما يتعلق بهما، ثم يبين له كيفية الصلاة وترتيب العبادات، ثم يعلمه الآداب اللازمة ويوقفه على ما يفعله به إخوانه وأهله وجيرانه إلى غير ذلك، وهذا نجده في كثير من التقارير والرسائل. ثم كذلك يتكلم عن الركن الثالث وهو التصوف الجنيدي، وهذه الأمور التي قام بنشرها رجال التصوف يقول: من أحسن ما يتخذ بتهذيب النفوس وتعليم الدين، فلو لزمها متصوفة العصر كما لزمها واضح الطرق لاهتدى بهم خلق كثير، ولا خدموا السنة خدمة يثابون عليها من الله تعالى ويشكرهم عليها كل مسلم، ولبقيت الطرق محل اعتبار وإجلال ومرجع هدى ورشاد إلى الآن، ولن تنتفع بها المسلمون انتفاعهم بالأخذ عن العلماء وعمت منفعتهم العوام، فإنهم أحوج الناس إلى التعلم ولهم حسن الاعتقاد بالأشياء، ولكن كيف الوصول بذلك وغالب المساكين جهلة لا يعرفون العقيدة الإسلامية إلا سماعا وتخليلا. المنظمة لمجلس الأمير العباس لطبعي كل هذه المداخلات، ونصل إلى الجلسة الثانية مع قراءة الفرقية المرفوعة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله وأيده، نلقيها على مسامعنا فضيلة الأستاذ ذي العربي المدن عضو المجلس العلمي المحلي بالعباس التي تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرفوعة إلى مقام مولانا أمير المؤمنين أعز الله أمره وخلد في المبرات والمكرمات ذكره بمناسبة الذكرى 23 لاعتلاء جلالته الشريفة عرش أسلافه المنعمين، واختتام الندوة العلمية التكريمية التي نظمها المجلس العلمي المحلي للرباط لأحد أعلام مدينة الرباط. مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين سادس المحمديين وسبيل الشرفاء العلويين الأمجدين الأكرمين، السلام على مقامكم العالي لله ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فيسر خديم الأعتاب الشريفة المنيفة محمد الصبان الحسني رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس وعلمائه وواعظيه وخطبائه وإداريه وكل المتعاونين معه بأن يرفع إلى السدة العالية لله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رائد مسيرة العلم والعلماء أسمى آيات التبريك وأطيب عبارات التهاني والأماني بمناسبة الذكرى 23 لاعتلاء جلالته عرش أسلاف الميامين، سائلين المولى جلت قدرته أن يطيل عمر سيدنا المنصور بالله وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يعلي شأنه وشأن بلده وشعبه بين الأمم والشعوب حتى يحقق لأمته ما تصبو إليه من عزة وسؤدة ومنعة، وأن يبارك جهوده العظيمة في مجال توطين أسس وحدة وطن العربي. مولاي، لقد وفق الله تعالى مجلسنا العلمي المحلي لعاصمة مملكتكم الشريفة بفضل توجيهاتكم السديدة النيرة إلى أن يحتفل هذه السنة الذكرى 23 لعيد عرشكم المجيد بعقد ندوة علمية تكريمية لأحد علماء هذه الأمة الأفذاذ ومجاهديها الأبرار، إنه الشيخ المشمول برحمة الله تعالى سيدي محمد المكي الناصري رحمه الله.
وقد حضر لتنشيط هذه الندوة العلمية المهيبة سلة من جهابذة العلم والوطنية في هذا البلد الحبيب، الذين عاصروا الشيخ رحمه الله تعالى أو تتلمذوا على يديه وارتغوا من معين علمه. وقد نظمت هذه الندوة العلمية تحت شعار قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مولاي أمير المؤمنين سبط الرسول الأمين، إن المجلس العلمي المحلي لعاصمة مملكتكم الشريفة الرباط مدينة العلم والأنوار لعاقد العزم على المضي قدما في تنظيمه مثل هذه الندوات العلمية التكريمية لإحياء تراثنا العلمي الزاخر بالعطاء، وفاء بالعهد لأصحاب الهمم العالية علمائنا الأكارم والنهب من معينهم والتأسي بأخلاقهم وسمو أفكارهم. مولاي أمير المؤمنين حامل من الملة والدين، إننا لنعاهد الله، إننا لنعاهد الله تعالى ونعاهد جلالتكم الشريفة أننا سنمضي عازمين على العمل الجاد متشرفين لأهداف عرشكم المجيد العتيد، متمسكين بحب شخصكم الكريم، مخلصين لعهد البيعة التي هي بيعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ماضين في تنفيذ كل توجيهاتكم، ماضين في تنفيذ كل توجيهاتكم وتعليماتكم السديدة، إسهاما منا في الارتقاء بهذا الشأن العظيم، شأن الملة والدين الذي رسمتم خطاه وأرصيتم أسسا وشيدتم معاهدا متسلحين بثوابتنا الدينية والوطنية التي كانت وما زالت صمام الأمان لحفظ الوحدة المغربية والأمن الروحي. وإننا نسأل الله العلي القدير طارعين مبتهلين بأن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يكلل كل مساعيكم لصالح البلاد والعباد بالتوفيق والفوز والظفر في كل حين، وأن يقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولانا الرشيد، وأن يجمل برحمته الواسعة مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما. حفظكم الله يا مولاي ورعاكم وسدد خطاكم ووفق مسعاكم، والسلام على المقام العالي لله ورحمة الله تعالى وبركاته. خديم الأعتاب الشريفة رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط محمد الصبان الحسن. قال سؤالي لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأمة المسلمين ورحمتهم، نقي على مسامعنا الأستاذ عبد العزيز البوهلوي إمام ومرشد تابع للمجلس العلمي المحلي بالرباط، فليتقدم نشكره. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من يرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك في هذا الحفل المبارك الذي نترحم فيه على العالم الجليل الشيخ مكي الناصري، ونتوجه إلى الله عز وجل بقلوب خاشعة وبألسنة داعية بأن يتقبل منا دعاءنا سبحانه إنه هو السميع العليم. فإليك يا رب الأرباب نضرب، وإليك نمد أكف الدعاء ونرفع
أن ترسل شآبيب الرضوان وسحائب الرحمة والغفران على الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب صلاهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به راية الحق المبين، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عرضه بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا. السادة العلماء الأجلاء، اللهم بارك لهم في صحتهم وفي علمهم وفي كل عمل يقومون به وفي كل خطوة يخطونها. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا، وبهذا نكون قد انتهينا اشغال هذه الندوة المباركة وهذا اليوم الذي خصص لسيرتي وشخصيتي محمد بن الناصري. نشكر رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك، والى فرصة اخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.